النهارده يا ابو حميد ولقاء السحاب مع ايمان النهارده تقريبا. ايمان اصلا اختي وحبيبتي عشره عمر يعني من زمان، وانا مبسوط لها قوي 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 باللي هي عملته، عشان كده كنت لازم اجي ابارك لها النهارده. صداقتكم بدات من امتى يعني؟ لا احنا عشره عمر يعني من واحنا تقريبا صغيرين، احنا متربيين مع بعض واصدقاء واصحاب، وحتى اخوات احمد كلهم صحابي البنات، فاحنا عشره وعيله يعني. طبعا هو ما يعني اليوم ده ما كانش لازم يسيبني، فهو جاي عشان اخويا. حتى الاغاني بتعجبك لإيمان؟ لا ولو مش حافظ اوعى البس. مش حافظ اغاني احمد. دي مش كات، دي معايا. لا دي مش معايا، دي ما ينفعش. والله بص ثلاث ورقات احلى اغنيه الصراحه، يعني بص عامله قلق في بيت الزواحف والله الاغنيه. اعمل ايه طيب؟ معلش انا اسف جدا. لا قشطه جدا. قول لي طيب. طب ايه الذكريات اللي ما تنساهاش؟ يعني عملت فيك مقالب مره وانت صغير، او انت عملت فيها مقلب؟ مين فيكم بيعمل مقلب في التاني؟ لا على طول يعني، يعني احنا على طول كنا بنسافر يعني مع بعض في الساحل ولا في اي حته، كنا جروب كبير كلنا مع بعض، انت فاهم بقى الهزار وبنهزر كله في بعض يعني. عيله. انت اكتر مقلب واجعك لحد دلوقتي من عملها؟ مرة اداني تان قال لي حلوة قوي، التان ده هيعملك برونزية، بقيت حمرة خالص. بوظك خالص. مش هنسى الموقف ده. يعني كنت انا حاطط في الاويل مايكروكروم وقلت لها خلي بالك من ايدك عادي عشان هو بيعمل لون، فهي بقى خدته وبقت الرجل الاحمر الاحمر. باظت خالص. انت واضح ان الشر كده مش في الطاووس بس، انت شرير بره الطاووس كمان. لا 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 خالص خالص خالص. لا والله انا ولا شر، هو بس الدور كان عايز كده يعني. حتى كل الولاد اللي اشتغلت معانا في المسلسل والممثلين من كل اصحابي ما فيش فيهم اي حاجه شر، بس هو كان الدور محتاج كده، فعشان كده كنا متقمصين الشخصيه قوي. حلو قوي. البنات عملوا معاك ايه بعد الدور؟ انا الناس بتكرهني، انا وانا داخل الكافيه سامع واحده دلوقتي والله حالا تقول لي انا كنت بكره بتكلم حد، انا بكرهه في الطاووس، ورحت موطي راسي وقعد اضحك. لا عادي الناس كلها بتكرهنا من الموضوع ده، بس الحمد لله يعني ادام انا على نجاحه. هو اتقن الدور جدا جدا لدرجه ان هو ادى انطباع للناس بده، فطبعا ده نجاح. انا نفسي ما صدقتوش، عايز اقول له انت احمد امام يعني اللي هو فاهم ان هو يطلع بالشر ده، بس هو كون هو يوصل ده للناس فده نجاح طبعا. شاطر برضه ممثل طبعا مجرم يعني. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. اكتر حاجه كنت خايف منها ايه اصلا وانت بتعمل الدور ده؟ هل رد فعل الناس ولا ان لا؟ يعني المسلسل كان في سيزون بتاع رمضان، اكتر حاجه كنا خايفين منها ان احنا نازلين مسلسل في وسط عمالقه تقال، فيعني ما كناش هنعمل اي حاجه يعني، كنا ده حاسين دوت الاحساس كان ما بيننا، بس الحمد لله ربنا وفقنا فيه قوي في رمضان واتشافنا من ناس كتير، فدي دي الحاجه اللي بسطتنا. حصل التكه في الاول كده واتقال ان المسلسل هيتمنع، وحصلت ازاي بعد شافها؟ جت لمصلحه المسلسل والناس راحت تدور تشوف ايه الحكايه اللي جت لصالحكم فعلا؟ هو الصراحه الموضوع مش حوار في صالحنا، احنا بنتكلم في حاجه غير الحاجه اللي الناس قالت عليها، فيعني دي بقت بروباجندا لينا الحمد لله جت في صالحنا، بس احنا اصلا ما كناش بنتكلم في قصه حد ولا مالناش دعوه بحد، احنا بنتكلم في قصه مسلسل احنا عاملينه بقى دراما عاملين، دي المخرج والسيناريست هم اللي يعني الموضوع بتاعهم، اما احنا ولا كنا جايبين قصه حد ولا لينا دعوه باي حد اصلا. اينك في الشر اللي على طول؟ مش مهم ادام شغال كويس. انا شغال. دايره بس الحمد لله. لسه سامعين الغزاله رايقه كده، فالاغنيه دي قلبه معاك انت كمان، وبما انك كمان هنشوف وجيلك دلوقتي وسيرك في الغزاله رايقه. الغزاله رايقه على طول الصراحه. انا الحمد لله ما لازم تروق علشان نعيش. ما لو ما رقتش هنفضل قاعدين كده. امتى بتبقى مش رايقه؟ والله لما بقل لما الشغل يهدى شويه عليا، انا بحب ابقى شغال على طول علشان ابقى في المود، ويعني لما الشغل بيهدى شويه الواحد طبعا بيبقى متضايق، بس اللي ربنا كاتبه بيجي له. ايه اللي ممكن تتجنى وتعمله بره الشغل يعني؟ انت لو ما فيش تمثيل ده تصوير دلوقتي ممكن تعمل حاجه تفرغ فيها برضو شحنات وشغل ووجود ولا لا؟ ما اوكي ما انا اكيد لا يعني السوشيال ميديا يعني انا ملياش فيها قوي يعني، بس انا عندي حاجات تانية بره الشغل بره التمثيل اعملها يعني نفسي. مش التمثيل بس هو اللي انا يعني مثبت نفسي عليه. حابب تقول حاجه انا ولا انت في السكرته بتاعتي بقى؟ دي بتاعتي بقى يا عم، دي بتاعتي. بطلوا نبره يا جدعان. بتاعتي الحمد لله. سمعت الغزاله رايقه طبعا؟ لا. طبعا سمعتها. في اغاني ممكن تغير وتقولي يا نهار ابيض لو دي اغنيتي وحاجات كده ولا لا؟ لا لا خالص يعني، ما فيش اغنيه سمعتها لغايه دلوقتي قلت يا ريتني عملتها، يعني بحب اعمل شكلي وشخصيتي. تمام.
فيش اغنيه مثلا مجنناكي وترند في دماغك انت حتى؟ بص في اغاني كتير اكيد بتعجبني طبعا، بس يعني ما بحسهاش انا بحب اعمل انا يعني فاهمني. بس مش تغني احمد ان شاء الله جدي قريب هنعمل مع بعض اغنيه؟ نعم اغني. يا عم ما كله بيغني وكله بيرقص والدنيا ماشيه عادي، بقى خليني اغني وارقص واعمل اللي انا عايزه. حد عايز مني حاجه؟ لا اسكت. رمضان اللي جاي مضينا حاجات ولا ان شاء الله في حاجات حلوه باذن الله؟ شرير برضه ما اعرفش بقى، اتفرج. انت عايز تعرف كل حاجه على طول؟ انا نفسي اعرف اي حاجه من انت مكتب بقى لما بس الدنيا تفتح كده والناس اللي احنا مش متفقين على حاجات معاهم باذن الله تشتغل ربنا يكرمك. تقدر تقول طب حتى مع شركات مين او ابطال مين ولا ما اقدرش نقول حاجه؟ ان شاء الله اخليها مفاجاه بس لوقتها. لوقتها تمام ان شاء الله حبيبي. تسلم لي. شكرا. تقول ايه الايمان بقى النهارده؟ الف مبروك يا ام على الشريط الجميل، وان شاء الله باذن الله باذن الله ربنا يكرمك في حياتك. تقولي للشخصيه الشرير اللي في الطاووس ايه؟ اقول له برافو برافو. بكلم الشرير الطاووس مش بكلم احمد. لا يعني هقول حاجات كتيره، هقول له كفايه اجرام بقى، كفايه اجرام. بس بجد برافو، وبقول له ربنا يكرمك. وانا طبعا ده اخويا بحبه جدا جدا، وان شاء الله اشوفه انجح واحد في الدنيا.